كان عندي يعني حب للتعلم، بدي أدرس، وجوزي كان بحفزني دائما نفسي أدرس. عدى الوقت عدى عدى والحفل هلأ رح تبدأ، لون السما ضول نجوم بنجاح والله من طالبة ريزان سمير أبو حماد من سكان جنين سابقاً، والآن في نابلس متزوجة من المعتز العفوري، وبنتي سندس نسيم وراكان وزوجي. أول إشي أنا كنت طالعة من صف 11 وخلصت الدراسة ورجعت لها بعد 7 سنين، ولحالي درست، ما حدا درسني، وعملت كل إشي لحالي من ناحية حتى الأولاد وكل إشي. يعني جازي كان معي كتير كل خطبة، وأختي الكبيرة ومرت أخوي. إيش يعني المحفز؟ أول واحد يعني كان زوجي وعائلتي، لأنه درسوا خلال السجون، يعني هو كانوا أسرة ودرسوا كمان على كبر، وصلوا لشغلات كثير ما حدا وصلها، تمام؟ يعني بصعوبة، والحمد لله يعني زبطت بعد معانا. أول إشي كنت أصحى الصبح أعزل أطعمل الأولاد أدرس، أبلش أدرس، أضلني سهرانة في امتحانات، ما كنت أنام، أنزل وأنا مش نايمة، وأرجع وأدرس للامتحان من وراء وما أنامش يارب ساعتين. الحمد لله يعني فضل ربنا نجحنا. كان عندي يعني حب للتعلم، بدي أدرس، وجوزي كان بحفزني دائما نفسي أن أدرس، ورجعت لها وقلت لهم مع بين كبر أولاد شوية، والحمد لله يعني بلشت دراسة، وكان عمر ابني الصغير 1 سنة و2 شهر، ووازنت بناتهم، هاد كان 3 سنين وهاي 4 سنين. بهدي نجاحي لأمي ولأهلي ولعائلتي وزوجي بشكل خاص، لأنه كان له السبب يعني رئيس إنه أنا أنجح وإنه أوصل هاي النقطة، وأنا لولا ما وصلت. عن جد شكرا لك، لأنه أنا لولاك عن جد بهاللحظة أنا ما وصلت. كل دعمك، كل كلامك، تحفيزك لإلي يوم يوم، مع إن أكون أروح أكون عيط، أنت تعطيني جرعة من التفاؤل والأمل، ولولاك عن جد ما وصلت. أنا خليت رزان تدرس لعدة أسباب، لأنه أنا عندي إنه البنت أهم إشي تدرس، لأنه الدراسة هي سلاح، سلاح لإلها، وعشان ننشأ جيل متعلم، عشان أولاد تكون هي محفزة لإلهم، كهي أم تكون أم مثالية لأولادها، لعائلتها، لأهلها، لجيرانها، لكل الناس، لأي حد حابب يدرس، لأي بنت حابة تكمل دراستها بتقدر وبتوصل. اللي عنده إصرار لأشي ممكن يكون صعب، بس مش مستحيل وراح يوصل. الحفل هلأ راح تبدأ، لون السما ضول نجوم، هو 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 لون السما ضول نجوم حلو ومعها.